يا مساء الفل، هنتكلم النهاردة عن 3 خطوات كده أو 3 جوانب. لو اشتغلنا عليهم كويس قوي هيكون عندنا من الجاذبية والجمال والشخصية الجميلة اللي دايما حضورها بيلفت الأنظار، ويكون طول الوقت جاذبة وحاسة إن عندها ثقة في نفسها. قبل ما نعرف ايه ال3 جوانب دول او ال3 خطوات اللي احنا هنمشي عليهم، لازم نعرف الاول هو ايه اللي بيخلينا ما يبقاش عندنا الجاذبية الكافية، ايه اللي ما يخليناش عندنا الثقة في النفس، ايه اللي ممكن يهزنا من بره. اول حاجة احنا بنمشي عليها، او دي الحاجة اللي دايما الناس او البنات والستات بيعمموها، هو التشيك ليست. متعرفش التشيك ليست دي هي جت منين، بس هو في الاغلب التشيك ليست دي بتبقى ماسكه جانب واحد من ال3 جوانب اللي هنتكلم عنهم ومعممه، او بمعنى اصح ماشيه عليه وحطت هي معايير مش مفهومه، وهو ده لو مشيت انت على المعايير دي والتشيك ليست دي هتكوني كويسه. بمعنى مثلا لو جينا على معيار من المعايير انه بنتكلم عن الجمال الخارجي، لو كلنا الجمال الخارجي هتلاقي مثلا تشيك ليست خاصة بانه والله لازم تنفخي شفايفك بشكل عامل ازاي، تنفخي خدودك على كام، والله لازم يكون شخصيتك شكلها عامل ازاي، اندبندنت وومن فتطيحي في الكل، لا لازم تكوني منكسرة ولازم تكوني ضعيفة ومش عارفة ايه. بتلاقي في قوانين معينة ومعايير معينة ما تفهميش مين اللي منزلها، مين مصلحته ايه ان هو يعمل كده. طب لو هنتكلم عن الجمال الخارجي هنقول مصلحتهم الناس بتوع التجميل وبتوع البراندات وبتوع السنترز اللي كل شويه يطلعوا لنا موضه جديده وتقليعه جديده، وموضوع بقى الشخصيه القويه والشخصيه الضعيفه والشخصيه اللي مش عارفه عامله ازاي بالمعايير بتاعتها الغريبه برضو اللي يعني لا تمت لديننا ولا لثقافتنا ولا لاجدادنا ولا اللي اتربينا عليه اي صله خالص، بس هم حطوا لها التشيك ليست بتاعتها وانت المفروض تعملي 1 2 3. عايزين بقى يعني ناخد المواضيع بسلاسة كده ونشتغل على نفسنا واحدة واحدة في 3 جوانب نتكلم عنهم دول، وسيبنا خالص من التشيك ليست والكلام اللي بيتقال اللي ملهوش اي علاقة بالواقع ده. لانه احنا لو خايفين ان احنا مثلا ما نكونش يعني كويسين، او ان احنا يكون جوانا شعور دايما بالضيق او بالوحدة او بالخوف او مش عارفة ايه، الاحاسيس دي كلها مش هي غيرها ولا هيبعدها عنك طول ما انت مركزه على شكلك اللي بره فقط لا غير. لا، لازم تكوني مركزه في 3 جوانب دول عشان خاطر فعلا تكوني شخصيه عندها ثقه في نفسها، عندها الروح الداخليه جميله جدا، دايما طول الوقت بتطفي جمال على المكان اللي هي موجوده فيه، سواء هي موجوده فيه لوحدها او في وسط الناس. تمام؟ ايه هم بقى 3 الجوانب عشان ما اطولش اكتر من كده؟ اول حاجه الجانب الروحي، تاني حاجه الجانب الفكري، تالت حاجه الجانب الجسدي. للأسف في ناس يعني بتركز على واحد من دول وتسيب الاتنين التانيين. في ناس بتركز على الجانب الروحي فقط، العبادة والاتصال بربنا، من غير ما تيجي على الجانبين دول، رغم ان ربنا برضو موصينا على فكرنا وموصينا على جسدنا ولازم نحافظ عليهم هما كمان، بس احنا بنركز على الجانب الروحاني فقط لا غير وما بيجيش جنب الاتنين التانيين. في ناس بتيجي عند الجانب الفكري ان انا اذاكر وابقى مجتهده في اللي انا بعمله واكون شاطره في اللي انا بعمله جدا ومثقفه وكل حاجه، وانسى موضوع جسمي واهتم بيه والروحانيات، يعني بقضي الغرض وخلاص، ممكن على حاجه خفيفه وخلاص ما بعملش اكتر من كده. الجانب الجسدي بقى في ناس للاسف بتهتم بالجسد من بره بس، ان انا هشوف ايه اخر ميك اب نزل، ايه اخر صيحات مش عارفه في الموضه، ايه اخر براندات هتتمسك، لكن ما بشوفش ايه الكواليتي بتاعت الاكل بتاعتي، الدنيا تمشي ازاي. نمسك بقى ايه واحد واحد من دول هنشوف الدنيا تمشي فيهم ازاي. عايزه تمشي في الـ3 مع بعض تخصصي مثلا نص ساعه لكل واحد في اليوم كنابها، مش قادره وحاسه ان واحد بس اللي هيكتفي دلوقتي ان انت تشتغلي عليه والباقي هيجي بالتدريج، براحتك، مفيش يعني حاجه نقول لا دي هتنفع ودي ما تنفعش، اللي انت شايفاه، بس الافضل انك تشتغلي الـ3 مع بعض لان الـ3 بيسندوا بعض. اوكي، نشتغل الاول على الجسد، بما انه دايما في ناس كتير بتحب المظهر الخارجي، احنا بنتكلم على المظهر الخارجي والمظهر الداخلي. بمعنى انه لازم اكون عندي الكواليتي للاكل اللي انا باكله، انا عارف كويس قوي طبعا الناس بتوع النيوتريشن وبتوع التغذيه مليانين الدنيا دلوقتي، فاشوف انهي نظام اكل هينفع معايا انا، انهي رياضه هتنفع معايا انا،
انهي اكسرسايز او تمرين خفيف هتنفع معايا ما يكونش وزني مثلا زايد، انا متقبله نفسي في الوضع ده ولا لا هقلل وزني، لا هزود وزني، ايا كان. بس اهم حاجه جسمي يبقى حاسس بالنشاط دايما، في نضاره كده، دايما بشرب ميه، دايما بحاول ان انا اخلي بالي من نفسي، اخلي بالي من تفاصيل شكلي كله بحاجات بسيطه بالسيمبل، مش الحاجات الاوفر اللي تخلينا عندنا هوس بالحاجات اللي هي من بره بس بتلمع، ولو حد ما قالناش الله ايه الجمال ده ممكن ننهار على فكره. يعني الناس اللي بتصرف قوي في فلوس في موضوع ان انا ابان قوي من بره وبرانداتي ومكياجاتي والكلام ده كله، ولو حدش خد باله ممكن ينهاروا. فاحنا مش هننهار، احنا بنحاول ان احنا نوازن ما بين الثلاث جوانب زي ما قلنا، وفي التركيز على الحاجات ببساطه، ابسط ما يمكن تقدري تعمليه بس في جسمك كله، جسمك كله بالحاجات اللي بقى لا فيلر وبوتوكس ولا الحاجات اللي هي الغريبه دي. كل واحد يعيش سنه بالطريقه الصح بنظام الصحي والغذائي والتدريبات والتمارين اللي فعلا تدي لجسمنا الحيويه والنشاط. حلو، ده الجانب الجسدي. الجانب الفكري، لازم طول الوقت يكون عندنا هواية بنحب نعملها بتطور من فكرنا، يا إما هواية معينة بتخلينا نتنشط وطول الوقت مخنا شغال بدل ما نقعد نفكر في حاجات مش بتاعتنا، مين عمل ايه، مين سوى ايه، مين اتجوز، مين اتطلق، مين الحاجات الغريبة اللي احنا بنسمعها دي، مالناش دعوة خالص بالقصص دي، احنا بنركز على نفسنا لأن العمر هو فترة محدودة، فاحنا لازم نستغلها في الحاجة اللي تخصنا احنا. خلي دايما التفكير مرتبط بالحاجات الإيجابية، مرتبط بالحاجات اللي هتفيدني انا كشخصيه وبعد كده تفيد اللي حواليا. فاشوف ايه الهوايات اللي انا بحبها، ايه الحاجات اللي انا بحب اقرا فيها، ما بحبش اقرا، بحب مثلا فيديوهات، اشوف ايه الفيديوهات اللي هتفيدني، ما بحبش فيديوهات، بحب اسمع، اشوف ايه الكتب اللي ممكن تتسمع او ايه المقالات اللي ممكن تتسمع. شوف الطريقه اللي بيها تحسي ان انت بتطوري من نفسك كل يوم، بتعرفي معلومات جديده طول اليوم، دماغك دي شغاله في الحاجات المفيده اللي هتفيدك وتفيد البشريه بعد كده لو هتعملي حاجه للبشريه، بس في الاساس ان اهم حاجه تفيدك انت، غير كده ابعدي عنه بقى تماما. فاول ما تلاقي دماغك بتسرح في حته مش الطف حاجه او بتفكر في حاجه ما تخصكيش اقفشيها وقولي لها لا احنا خلينا نركز في جدول كده خاص بينا في ان احنا نشوف اوقات فراغنا دي نحط فيها حاجات تكون مهمه بينا او نفكر فيها او نشتغل عليها ونكتسب مهاره جديده، ايا كان كورس جديد، كتاب جديد، ايا كان، المهم تفكيرنا يبقى شغال في حاجه كويسه. حلو، ده انا بروحاني. احنا مش هينفع نكون جمال غير من اللي خلق الجمال، فلما يكون ربنا هو الجميل اللي بيحب الجمال نستمد جمالنا منه بقربنا منه. الفروض طبعا لازم يكون الفروض في حياتنا، ويا سلام بقى الحاجات السنن، الذكر الدائم، انه يكون دايما بنستخدم اسماء الله الحسنى في دعائنا. يعني ما كنا انا عايزه ربنا زودني جمال، يا جميل زودني جمال، يا قوي قويني. لما استخدم دايما الاسماء الله الحسنى في كل حاجه حواليا، لما اشوف جمال ربنا في خلقه ليا انا باحسن صوره، مديني جسدي اللي احنا اتكلمنا عليه وازاي اخد باله مني، اداني عقلي وميزني بيه فانا ازاي استخدمته وازاي بطلع منه. عشان كده بقول لكم ثلاث جوانب هتلاقيهم لازم يعني يفضل ان انتوا تشتغلوا فيهم مع بعض. لما يكون الروحانيات ما بيني وما بين ربنا ومخصصه كده مثلا وقت معين، لو انتوا هتسموه مديتيشن او هتسموه اتصال روحاني مع ربنا، سموه زي ما تسموه، المهم اتصال كده بينك وبين ربنا، في جزء من الفكر او الذكر وفي جزء كمان من التدبر وشغلي كمان مع النفس، يبقى انت استغليتي وقتك ان انت عملتي ثلاث حاجات، هديتي من روحك، ذكرتي ربنا، واشتغلتي على النفس، فبداتي ان انت تبقي هاديه وروحك احلى وفي استرخاء كده في مشاعرك واهدى وبتركزي فعلا في حياتك. فهما دول الثلاث جوانب اللي لازم نركز عليهم كويس قوي عشان نبقى جمال وجذابين وعندنا ثقه في نفسنا. يعني انا حاولت ان انا اكون يعني ما رضيتش اطول اكتر من كده في الفيديو، في حاجات كتير عايزه اكلمكم فيها، هنتكلم فيها ان شاء الله الفترات الجايه، بس قولوا لي ايه المواضيع اللي حابين نتكلم فيها، ويا رب دايما كلنا باحسن صوره وباحسن حال وجمال وخفاف الدم وزي القمر كمان وزي الفل. ماشي، اشوفكم دايما على خير، ودايما دايما دايما يا رب ربنا يوفقكم لكل الخير ويكتب لكم السعاده في كل جوانب حياتكم. اشوفكم على خير.